حسين الشحات صاحب هدفين في لقاء المقاولون العرب. حسين مبروك بطوله الدوري وبطوله غاليه. محمد الشحات معانا، تقول النهارده لجماهير النادي الاهلي كلها. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الحمد لله، يعني الحمد لله اهم حاجه المكسب، البطوله، بطوله الدوري. طبعا احنا كنا فين والناس كانت مش مقتنعه ان احنا ناخد دوري، الناس كانت تقول لك خلاص احنا خدنا الدوري وخلاص الدوري راح. فالحمد لله احنا ربنا كرمنا وكنا بنلعب وعارفين احنا بنلعب ازاي، احنا بنلعب ماتش بماتش. فالحمد لله قدرنا ان احنا نحقق بطوله الدوري، وده كان اهم حاجه، اهم من ان انا اسجل هدفين ولا اي حد فينا يسجل. اهم حاجه ان احنا كنا نحقق البطوله، فدي كانت اهم حاجه الحمد لله. في حاله من الثقه ما بين حسين الشحات وجماهير النادي الاهلي، واثقه في امكانيات حسين، وحسين عمل كتير عشان يرتدي قميص النادي الاهلي. طبعا الحمد لله جمهور النادي الاهلي جمهور كبير، جمهور عارف قيمه اللعيبه الموجوده في نادي الاهلي كلها، مش انا بس، مش حسين بس، عارف ال 30 لعيب بتوع الاهلي سواء الناشئين سواء الفريق الكل الموجود، عارف الامكانيات. فالحمد لله يعني جمهور الاهلي واثق فيا، واثق في 30 لعيب. فالحمد لله كلنا موجود. بتقولها للجماهير بعد التتويج بالدوري والفوز على الزمالك؟ بقول لهم ان شاء الله نوعدكم السنه الجايه ان شاء الله مختلفه ان شاء الله، وربنا يكرمنا ان شاء الله، انتوا دايما ورانا، وان شاء الله نحقق بطوله افريقيا اللي انتوا بتحلموا بيها ان شاء الله. كابتن حسين، كابتن